جمعية المختار سوسي الأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية أبت إلى أن تكرم هرم من أهرامات كرة القدم الوطنية اللاعب الدولي السابق صلاح عبد المجيد الذي لعب للعديد من الفرق الوطنية، لعب الاتحاد البيضاوي، لعب لجمعية الحليب، لعب للنهضة السطاتية، وكل هذه الفرق لعب لهم في القسم الوطني الأول أيام الزمن الجميل ديال هذه الفرق. صلاح عبد المجيد الآن مناسبة عيد الأضحى جاء من أرض المهجر لأنه كيعيش في فرنسا، وأبت جمعية المختار سوسي إلا أن تستحضر التاريخ المجيد لهذا اللاعب وتستحضر الذكريات اللي خلدها هذا اللاعب في الملاعب الوطنيه بحضور فريق قدماء طاس، قدماء وفويدات، جمعيه المختار سوسي، وكذلك العديد من الانديه اللي غادت يعني تساهم في تكريم هذا اللاعب اللي كيتعتبر من اهرامات الكره الوطنيه. بهذه المناسبه ديال تكريم ديال الاخ والصديق عبد المجيد صلاح اللي نظمتها جمعيه المختار السوسي بتنسيق مع الفرق اللي لعب فيها هذا الاسم اللي هو كبير بالنسبه لنا حنا، بالنسبه للحومه ديالنا وبالنسبه لهذه المنطقه ديالنا. ففي كل العيد كان من بعد العيد ديال الفطر وعيد الكبير الجمعيه أبات على واحد القضيه انها تكرم اولاد الحومه والناس اللي كانوا عندهم اسماء وسيط في مجال كره القدم. واليوم جاء الدور ديال السي عبد المجيد صلاح اللي هو متغرب في فرنسا وجا واستغنى هذه الفرصه رغم كل الصعوبات، فالجمعيه قدرت تنظم هذا الحفل واللي استدعت ليه أربعة الفرق من الفرق اللي كان لعب فيها، وإن شاء الله كنتمناو يكون هذا الحفل ناجح 100%. وبالمناسبة كيغيب علينا الأخ طلال عبد اللطيف اللي هو الرئيس، نطلبوا له الشفاء العاجل إن شاء الله، لأنه بذل جهود كبيرة بمناسبة عيد الكبير وباش يعاون الأسر المعيزة، وتصاب واحد ضربة برد، ونتمناو من الله انه يلتحق بنا في القريب العاجل. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بهذه المناسبه السعيده نحاول جمعيه المختار السوسي تكريم الاخ صلاح عبد المجيد والاخوان كلهم داروا الجهود الله يدير هذه المناسبه اللي تنفتخروا بها وميم طوتي تجمعوا فيها اخوان جميعا. سعيد فكري تكلم الاداره.